يسقط يسقط الحجار يسقط يسقط الحجار يسقط يسقط الحجار يسقط يسقط الحجار جنازة شعبية جنازة شعبية جنازة شعبية جنازة شعبية جنازة شعبية جنازة شعبية يا الله يا الله يا الله يا الله والشاهد حبيب الله والشاهد حبيب الله لا إله إذن كما وعدناكم مستمعينا الأفاضل في برشلونة الراديو تم ربط الاتصال بالمدينة الغالية في شمال المغرب طنجة باش ناخدو واحد شاهد عيان ولد المدينة بني مكذا هو ناشط حقوقي وعضو في حركة 20 فبراير من طنجة معنا الهواري محمد مباشرة في الخط باش نعينو شوية الوضعية دابا عندنا اليوم الاثنين 8 أكتوبر ولا الأربعاء العشية عندنا في استوديو برشلونة الراديو غنربطوا هذا الاتصال كما قلت باش نعينوا شوية الوضعية إلى ماذا آلت إليه الوضعية شنو كانت في الأول القصة الكاملة كيفاش بدأت هاد الخروقات هذه في حقوق الإنسان وخاصة هاد العائلة هذه اللي تشردت واللي تعتقلت واللي في الآخر فقدت عضو غالي منها وهو معيل العائلة الشهيد أحمد السقر غن نفتح الخط مع ضيف ديالنا محمد الهواري مساء الخير مساء الخير مستمعين ديال راديو برشلونة سي محمد شكرا شكرا على تقبلك باش تكون معنا كنعتذروا من برشلونة الراديو البارح بالليل كان عندنا مبرمج لقاء معك باش توافينا بآخر مستجدات هاد الوضعية دي عندكم في طنجة لكن الظروف ما ساعدتناش كنت في التظاهرة في ساحة تفيلال كنا خايفين على الحالة ديالك لحقاش وصلت الأخبار باللي كانت ما إمكاني باش راك كنت تعتقلتي ولله الحمد في الآخر راك بسلامة وراك معنا مباشر دابا في الخط باش تعودنا شوية الوضعية ديال المدينة ديالكم طنجة بداية أنا كان وجد معك هذا اللقاء وكان قرأ في نفس الوقت كان قرأ آخر مستجد عندي قدامي هنا يا عاجل دفن جثة الفقيد السقام وجلسة عاجلة لزوجتي خدوج للنظر في طلب الصراح المؤقت هذه هي آخر مستجدات سي محمد نعم هذا هو آخر مستجد حيث أن السلطات عمدت إلى مساومة العائلة واعتمدت مرة أخرى الأسلوب الأمني في مقاربة هذا المشكل والحل ديالو حيث أن هذه المدة كلها كانت تحتفظ بالأم ديال العائلة رهن الاعتقال باش تخليها قريبة من وتساوم على مجموعة المسائل حاليا تم إخراج الأم من السجن المدني تحضر جنازة عسكرية بمجموعة بإنزال في المقبرة بإنزال أمني كثيف ومجموعة ديال المخابرات مجموعة ديال كأننا عندنا شي قتيل في ساحة الحرب حيث تم دفن ديال جثة سرية تامة تخوفا من أن تتحول تشيع الجنازة ديال الفقيد إلى تظاهرة عارمة أو ثورة داخل الشوارع ديال بني مكادا في حين أن بطلب من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان استجابت له بعد قبل ساعات المحكمة الابتدائية بطنجة لتنظر بصفة استثنائية في جلسة سرية في إطلاق سراح المؤقت أو إصح التعبير إعطاء سراح المؤقت للسيدة خدوج الأم ديال العائلة وهذا هو الثمن ديال المساومة ديالها في قبولها اليوم أنها تدفن الرجل ديالها بهذه الطريقة. إذا نخليو هذا المستجد الأخير فين قالت لي الأوضاع لكن دعنا سي محمد نمشيو بالمستمع الكريم لبداية القصة كيف بدأ هذا الشيء في أرض الدولة هذه نعم. الحومة هذه بداية القصة أولا هي نعم. منطقة بني مكادا هي منطقة سوداء يعني تعتبر منطقة سوداء بالنسبة للأجهزة الأمنية وما إلى ذلك باعتبار أن المنطقة تعيش واحد التهميش أن الشباب ديالها دائما متهوم تجارة مخدرات مسهم بجموعة ديال المسائل يعني هي تضم أكبر كثافة سكانية في المدينة الأمر ديال الواقعة ديال المستجد الأخيرة هو كان قرار
القضائي بإفراغ هاد المنزل ديال هاد العائلة، وهاد العائلة الإشارة فإن الشاهد سقام هو أحد ورثة هاد المنزل اللي عليه المشكل. السيدة اللي اشترت المسجد هي سيدة نافدة، لها علاقات مع السلطات، لها معروفة بهاد العلاقات ديالها، أنها وقعت مشادات معاه ودخلته السجن لمدة 4 أشهر، وخلال تواجده بالسجن هي استصدرت هذا الحكم واستصدرت موافقته في غيابه، والان يعني المسطره ديال التنفيذ الافراغ. هذا الحكم ديال الافراغ هذا وجهه الشباب ديال الحي بالتعاطف مع السيده اللي عندها 11 ولد كلهم تقريبا قاصرين، الاب في السجن، منعوا العون القضائي الذي اتى بمعيه بعض رجال الامن لانهم يفرغوا هذا المنزل. واحد المدة قصيرة رجعوا بجي حافل من العسكر، قوة تدخل سريع، القنابل المسيلة للدموع، مجموعة ديال بإرهاب السكان أنهم بلتجأوا المنزل وأفرغوا ما فيه، حيث أنهم كسروا النوافذ وأطلقوا الغازات المسيلة للدموع داخل المنزل. اختناقات بالجملة، كانت مواجهات بين الشباب ديال بني مكادة وقوات الأمن. تطورت الأمور إلى الشوارع المحيطة والأحياء المحيطة بالمدينة إلى أن سحل الوضع، سحبت قوات الأمن، سحبت قوات الأمن بعدما أخذت أم العائلة وأربعة من الأبناء الاعتقال، واعتقال مجموعة ديال الشباب. نعم سي محمد، إلا سمحتي الأمور متوترة جدا وتنبئ بمساء ساخن هذا المساء، باعتبار الطريقة التي تم اختطاف بها جثة الشهيد ودفنها. احتقان حاليا هناك على ما أرى أمامي في الشارع العام تجمع الشباب استعدادا لبداية إضراب النار في الإطارات المطاطية لقطع الطريق أمام التدخل لتبدأ الاحتجاجات. ربما هذا المساء سيكون مساء ساخنا. نعم السي محمد، عذرا على المقطعة باش المستمع ياخد فكرة عامة وشاملة على اللي وقع. ذكرتي قبل قليل هاد السيدة هذه المتنفذة اللي شرت قلتي حرفيا المسجد ولا شي حاجة من هذا القبيل. نعم واش القصة كاملة نقدروا نقولوا بواحد الاختصار شديد بأن كاين عائلة متنفذة متسلطة أمام عائلة مهمشة غير متنفذة. طبعا هو 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 والأجهزة الأجهزة الأمنية الأجهزة. نعم وضع هذا المنزل هو يختصر لنا الحالة الحقوقية في المغرب بصفة عامة. نعم. حيث أن إذا اعتبرنا بأن هناك قوة متنفذة بأنها متنفذة ومستقوية بالسلطات بالمخزن أنها تقهر ويعني وكدير ما بغات في الضعيف في الشعب في المقهور على أمر في الطبقة الكادحة، فأن هذا هو الاختصار الأمثل للصورة العامة اللي تعيش المغرب. حيث أن عائلة فقيرة مسكونة من 13 فرد، أب وأم 11 الأولاد، المعين الوحيد للعائلة هو الأب، كيربح 50 درهم في النهار، يعني أنه واحد السيد اللي هو على قد حاله، أنه ما باعش حقه كوارثة، خوته تباعه وما باعش. انك تجي عائلة متنفذة بواحد الثمن اللي هو ماشي الثمن الحقيقي ديال داك المنزل، ياخذوا عن طريق المحكمة بالمزاد العالمي وبالإكراه يتم حاليا إفراغهم في المنزل دون إعطاء واحد البديل ودون إعطاء واحد الحل، دون أن تفكر صدر مع أن الدستور الجديد اللي كنا نقول أن هذا الدستور هذا هو ممنوع، هو يقرر في إحدى فصوله بأن المخزن الدولة تعمله على توفير السكن، يعني أن السكن هو حق للمواطن، هو حق وليس بمنحة، بمعنى أن الدولة يعني هذه العائلة ما عندهاش سكن، من حق الدستور في المنصوص عليه في الدستور أنها توفر لها سكن، فما بالك أنها تجي وتحرمهم من السكن أنه مفترض يكون سكن. هذا هو الإشكال، إشكال حقوقي وإشكال ديمقراطي وإشكال على جميع المستويات. السي محمد الهواري اللي معنا مباشرة من طنجة كيحكي لنا، عاودنا شوية القصة ديال هاد الخروقات الأخيرة في مدينة طنجة. دعنا نستمعوا شويه هذا الفيديو الوحيد اللي كاين كيسيركولي في الشبكات الاجتماعيه عبر الانترنت ديال الشهيد وهو كيعاود حالته قبل ما يستشهد. تفضل معنا باش نستمعوا. نعم.
الدولة ساكن الزنقة 40 ونمرة الدار 10 مشي ولا الرقم ديال البطاقة ديالي هي حبركة 111 736 مشي ولا أنا اللي ساكن في هذا العيوان هذا مدة كبيرة هذه يعني من 1970 وأنا ساكن هنا إلى حد نكتفي بهذا القدر. هذا السي محمد كما سمعنا من سميتو الشهيد الكلمه ديالو قبل ما يستشهد قبل ايام كنشوفوا بانه هو ما حضرش حتى في المحكمه باش نعم يستمع. نعم اللي قلت لك بانه هو كان زوج في السجن لمده 4 أشهر بسبب الشجار مع نفس العائله النافذه اللي شرف المنزل. وهذا الفيديو هو فعلا صحيح ديال الشهيد السقام هو في الموقع الخاص ديال على الانترنت ادم طنجي. انا اللي بغيت نقول هنا بان كاين هناك مسطره ديال التبليغ في حاله ما اذا لم يبلغ كنقول حاله اذا لم يبلغ او كانت استحاله او صعوبه التبليغ المعني بالامر فالحكم لا ينفذ الا بعد نفاذ مسطره التبليغ. هنايا مسطره مساله يعني يمكن الحقوقيين يمكن الناس القانون انهم ادرى بها يمكن يشرحوها اكثر ان كاين خروقات بالجمله ماشي هذا الخرق. هذا الخرق ديال التبليغ ما كاينش. هناك خرق يعني في حاله ما ان السلطات او لا العون القضائي كيجي لعين المكان لينفذ حكم قضائي وفي حاله صعوبه التنفيذ يمكن انه كيكتب صعوبه التنفيذ في المسطره ديال في المحضر ديال التنفيذ وكيردوا الوكيل المالي وكيل الملك يقروا في صيغات اخرى لاخراج الصيغه ديال التنفيذ بواحد الشكل لان صعوبه تنفيذ الصيغه الاولى. هذا المساله ديال الخروقات يعني الذي نؤكد عليه هو ان هناك نفوذ هناك نيه مبيته هناك عائله نافذه. هذا هو اختصار الحاله الحقوقيه وكيفاش كدوز الاحكام في المغرب. ان اللي كيكون ضعيف لهذه يعني ان هناك احكام كبيره وصانجه هنا الملعب ديال التنس نعطيك نموذج هناك مجموعه ديال الاحكام بقات الناس 3 سنين 4 سنين حاليا ما كاينش المنفذ كاين صعوبه التنفيذ في حين ان هذه العائله هذه ينفذ عليها هذا الحكم بهذه الصرامه بهذه الجيوش بهذا يعني شنو واقع. حنا نتساءل حنا كسكان ديال بني مكة وكشباب ديال حركه 20 فبراير وكناشطين في مجال ديال حقوق الانسان شنو واقع في هذه البلاد. هذه البلاد ما عندهاش قانون ما عندهاش انا حاليا يحكم القانون. انا نعيش حاليا في بني مكة يعني وضع لا دوله ما كاينش دوله ما كاينش المظاهر ديال الدوله ما كاينش بوليس ديال السيركيلاسيون الاخراني ما كاينش حاليا كاين غياب تام للامن كاين غياب تنسحاب كل اجهزه الامن. علاش ربما هذا باش يعطي ميساج للسكان بان ما بغيتوش المخزن ما بغيتوش الحكام ما بغيتوش كذا شنو غيوقع. وفعلا يعني هذه المنطقه معروفه بالمنحرفين معروفه بمجموعه ديال المسائل معروفه بانتشار المخدرات الصلبه بشكل كبير معروفه بمجموعه ديال المسائل. فهنا هذا الانسحاب هذا شنو واش هو ضعف او لا تكتيك او لا ما كنفهموش. سي محمد هناك عائله متنفذه تسخرت لها السلطات العمومية باش يقوموا باللي قاموا به. لكن من جهة أخرى سي محمد نعترف كذلك أن هناك نيات حسنة من الجماهير الشعبية من المواطنين العاديين كذلك تسخرت بجانب الشهيد وعائلته المنكوبة. عودنا شوية التجاوب ديال السكان ديال المنطقة والمدينة طنجة كاملين مع هذه المأساة هذه.
حاليا فعلا هو التجاوب كان عفوي في العموم ديالو ان الشباب مجرد ان الاشاره واحد المعلومه هو ان هذه المره هذه هي المره السابعه اللي كتجي السلطات او كيجي العون القضائي لتنفيذ قرار الافراغ بعد ما كان كيجيو المره السابقه وكان كيمنعوهم الشباب والساكنه ان الاعتبار ان هذيك العائله باقي الدراري عندها صغار الولد الاخر هذه راه عنده 18 شهر بمعنى ان هذه المره السابعه وهذه المناوشات يعني الاخذ والرد يعني كيجيو ينفذوا حكم الافراغ كيرجعوا ما كيخليهمش الشباب كذا ولكن هذه المره هذه انهم كانوا مصرين على تنفيذ التجاوب ديال 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 الشباب النسوه حاليا كاين هناك خيمه في الباب ديال هذا المنزل اللي تم الافراغ ديالو وتم اغلاق الباب بالاصفاد العسكريه الكبيره تم تنصيب خيام والسكان والاولاد هما تما في ذاك الخيام الجيران يتكلفون بالاكل والشرب واللباس كيصيفطوا للدراري الصغار للمدرسه كيجيو تما لذاك الخيمه كاين تآزر كبير كاين خلقت واحد الحاله ديال الاعتزاز بالتضامن الاجتماعي داخل الساكنه خلقت واحد الجو عائلي جميل على المستوى الاجتماعي لكن في المقابل يعني كاين هناك حاله احتقان كبيره على مستوى الشارع كاين حاله ترقب الأسوأ ربما هذا المساء. سي محمد فاصل قاسم بقى معنا ما تمشيش بعيد. برشلونة الراديو غنوصلوا للقاء ديالنا الخاص اليوم تغطية خاصة لأحدث مدينة طنجة بنينا كذا الأرض الدولة وهاد المداهمات وهاد الخروقات في حق حقوق الإنسان خاصة هاد العائلة الشهيد ديال أحمد دولة محمد السقام اللانجري معنا كما تبعتوا قبل لحظة السيد محمد الهواري اللي هو مواطن من هاد المنطقة هذه وناشط حقوقي وعضو في حركة 20 فبراير من طنجة نرجعوا له ونتواصلوا معاه بسؤال أخير نسقسيوه السي محمد كيفاش كتكهن بما ستأل إليه الوضعية ولا الأوضاع في مدينتكم بعد ما عندنا هاد طارئ ديال دفن الجثة بهذه الطريقة هذه اللي أقل ما يمكن أن يقال عنها شنيعة. نعم هو سيناريوات مفتوحة حاليا لكن هناك سيناريو على المستوى الرسمي اللي كيقودوا المخزن والسلطات هو أنها تحاول تساوم هذه العائلة ربما حاليا كاين في الساعة الثانية بعد يعني بعد 30 دقيقة من الآن كاين جلسة استثنائية أول مرة كنسمع بها في المحكمة الابتدائية لإطلاق سراح ولو مؤقتا للأم ديال العائلة كاين هناك يعني حاليا مساومه من طرف مجموعه ديال المنتخبين القرابين من السلطه على اساس انهم يسكنوا العائله في شي حي بعيد
ربما عن طريق الكراء او لا عن طريق انهم يعطوهم احد الشقق ديال السكن الاقتصادي الذي لا يتعدى مساحته 40 متر كاري، او يعني هذا المستوى الرسمي. على مستوى يعني الاجتماعي حاليا كاين احتقان، كاين غضب عارم في صفوف الشباب، وربما ان في الساعات المقبله ستحمل الجديد على المستوى الاحتجاجات، على مستوى قطع الطرقات، ربما تدخل ديال القوات ديال التدخل السريع اذا حصل فهو سيزيد التوتر. الاحتمالات مفتوحة حاليا، كاين هناك سيناريوهات، كاين مجموعة ديال المساومات من طرف السلطات لتخفيف الاحتقان ولطمس القضية. القضية ستستمر، ربما ستستمر لأن هناك شباب آخر غير العائلة معتقد على خلفية هذه الأحداث. هناك مجموعة ديال حاليا كاين يعني دخول على الخط مجموعة ديال الفاعلين الحقوقيين على المستوى الوطني ربما الدولي. كاين هناك لجنة من طرف الأمر الوزير العدل التقصي، هذه اللجنة غير متوافق عليها من طرف الفاعلين الحقوقي على المستوى المحلي ومن طرف الشباب، لأنهم يطالبون بلجنة مستقلة وربما أجنبية في بعض الأحيان. كاين مجموعة حاليا من المعطيات، وهذه النتائج لهذه المعطيات هي الكفيلة بما تستأول عليه الأوضاع حاليا. بالنسبة للأوضاع لا يمكن توقع، لأن في العموم ديالها هي غير مؤطرة، هي استثنائية، هي مبادرات الشباب، هي فقط حالة شعبية عارمة من الغضب ما تقدم عليه السلطات من خرق حقوق الإنسان وإهانة العائلة وإهانة المواطنين في المنطقة. سي محمد الهواري كان معنا مباشرة من طنجة، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم، إلى اللقاء القادم إن شاء الله. مع السلامة. شكرا. ويسقط يسقط الحجار، يسقط يسقط الحجار، ويسقط يسقط الحجار.